هوايتي القراءة وقراءة الدواوين والشعر، وكنت في وقتها أقول الشعر وألقي قصائد في النوادي المدرسة. قرأت معجم البلدان لياقوت الحموي، ومعجم مستعجم للبكري، وقرأت كتب الوالد صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، وابتسامات الأيام وبقايا الابتسامات، وما تقارب سماعه وتباينت أمكنته وبقاعه. كل هذه الكتب أثرت فيني، أقرأها يوميا وأراجع. أهم حاجة عندي الأخبار وصحائف الرأي. أقرأ الشرق الأوسط والبلاد أو الرياض. شغفه بالقراءة انعكس على شخصيته ومعارفه وطريقة تفكيره، حتى أنه كان يحرض المقربين منه دائما على الاطلاع والمعرفة، كيف لا وهو المتأثر بوالده الشاعر والمؤرخ والأديب، أحد أبرز المهتمين بتاريخ البلدان وجغرافيتها، وأحد الذين أعادوا الحياة للشعر الفصيح في شبه الجزيرة العربية، واستخدم موهبته الشعرية وثقافته الأدبية في وضع موسوعة عن البلدان والمواضع في الجزيرة العربية. زادت معلوماتي واستفدت منها كثير، وحصلت على معلومات ما كنت أعرفها في السابق. أهم شيء نصيحة للشباب بأن يتعلموا ويستمروا في تعليمهم إلى النهاية، وأن يراعوا ظروف العالم التي حوالينهم، ومن مسك منصبا أن يهتم بمساعدة الناس وتسهيل أمورهم. ولا شك أن كل واحد منا مطلوب منه أن يعمل لصالح بلده ولصالح مواطنيه، ويبذل ما يستطيع في سبيل مساعدتهم إن شاء الله.